زول البسطة زول صاحبي أنا يعني. بدي تلفون طوالي بودي. هاي لو بيجيت عليه وبس قول نضرب لحافظ بيعرفني أمين. غير؟ لكن الشارع آمن ما فيه حاجة. إن شاء الله. أنا اسمي عثمان محمد منزل عرسي. زوري الجنسية. طلعت من البيت من 3 أيام. وأنا متجه لعبور السودان من أجل عملية الإجلاء إلى السعودية ومن ثم إلى سوريا. وأنا في الشارع طلعت علي عصابة سرقت المسار المائي الجروج سرقت بما يقدر تقريبا بمبلغ يعني 6200 دولار. شو اللي خلاك تغادر الخرطوم؟ الخرطوم مع الحرب وناس البيت يعني هم اللي قالوا لي لازم تطلع تلاقي طريقة تطلع. أنا ضبيت حالي وضبيت مسارات اللي معي وكنت طالع عصابة وقفتني وسرقت المصاري تركوني. أنا هون اضطريت ألجأ لبيت فيه في الخرطوم هنيك. عادت عنده مدة 4 أيام 5 أيام كده لبين ما هنا في أولاد حلال تكفلوا في طريق سفري ساعدوني أطلع لهون على أحدى قرى حلفة. من حلفة بإذن الله دي حجزوا لي مشان أطلع على بور سودان. من بور سودان هناك بسجل في مكاتب بتاع الإجلاء. طيب الإجلاء بدنا نطلع نرجع إن شاء الله على بلدي سوريا. الان يعني انت خطتك شنو انه انت تخرج من حلفة وتروح على بور سودان؟ ايوه خطتك شنو المفروض تعمل شنو؟ هلا المفروض في ناس هنا يعني انا بشتغل معاهم هناك في الخرطوم حلفويين بشتغل معاهم في الخرطوم يعني يعطيهم العافية اتصلوا معي وانا هناك عند فيه قالوا لي عثمان ما مشكله تعال لعندنا قطعوا لي تذاكر الباص من الخرطوم لهنا. هسه بدي اقطع تذاكر الباص من هنا لبور سودان. بور سودان هناك امشي اسجل في المكاتب بتاع الاجلاء عشان الاجلاء. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.